سنة 2005 أعلنت أمريكا عن إطلاقها لطائرة F-22، أحدث طائرتها من الجيل الخامس المتطور. طائرة الشبح، طائرة ما كانش ليها شبيه، حاجة كده منفردة في حد ذاتها. وعلشان كده الكونجرس الأمريكي منع تصديرها لأي دولة، حتى أقرب الدول لأمريكا منع عليها الطائرة دي تحديدا. لكن خلال 4 سنوات بعد كده في 2009 تطلع الصين بالطائرة اللي قدامك دي، الJ-20، نسخة طبق الأصل من الشبح الأمريكي. بصراحة دي كانت صدمة كبيرة جدا للأمريكان، صدمة دفعت البعض إنه يسأل بقى شوية أسئلة مهمة، زي هو فكرة النسخ دي فكرة سهلة كده؟ يعني أي دولة تحت إيديها سلاح أمريكي أو سلاح غربي تقدر بكل سهولة وبساطة إن هي تنسخ الآلات دي؟ هنا هنلاقي البعض يرد يقولك فكرة النسخ في وقتنا الحالي وفي المستقبل هتكون مستحيلة تماما. طيب طالما ان هي فكرة مستحيلة، الصين عملتها ازاي؟ عملوا ايه علشان يطلعوا بالطائرة اللي قدامك دي؟ عملوا ايه بقى؟ هو ده اللي هنعرفه ان شاء الله في حلقة النهاردة. فسريعا لايك سبسكرايب وكوباية القهوة بتاعتك وركز معي. طيب تعالى نبدأ حلقة النهاردة من فكرة النسخ والتقليد. ليه الفكرة دي مش سهلة خالص؟ هقولك، أولا لأن التكنولوجيا الموجودة حاليا هي تكنولوجيا معقدة جدا. زمان كان السلاح أو الآلة مثلا ممكن تتكون من 50-60-100 قطعة، فممكن لو عندك عامل دماغه حلو حبتين يشوف كل مكون يحفظه فيقلد الآلة اللي قدامه ويطور فيها كمان. ولو رجعنا لأواخر 1880 كده هتلاقي إن ده كان نفس الأسلوب اللي عملته ألمانيا مع إنجلترا وفرنسا. النهضة الصناعية الألمانية كانت مبنية على الأسلوب ده. ألمانيا قدرت تبني قدراتها البحرية عن طريق إجادتها للنسخ والتقليد والابتكار بعد كده، فعملت قوة بحرية أقوى من بحرية بريطانيا العظمى في الوقت ده. فده كان الوضع زمان، إنما دلوقتي لا، الوضع اختلف تماما. ممكن تلاقي الآلة حاليا تتكون من عشرات وممكن مئات الآلاف من القطع الهندسية، زي مثلا ما في بعض الطائرات الحديثة، وكل القطع دي هتزيد من احتمالية عدم التوافق لو انت مش فاهم أهمية كل قطعة. ثانيا، أحيانا صناعة المكونات دي بتحتاج لأنواع معينة من المكن اللي يعمل الدقة المطلوبة لكل مكون، والآلات دي مش بتتوفر غير في أماكن معينة في العالم، ممكن بعض الآلات. ثالثا بقى، وده الأهم، إن التطورات الحالية في علوم المواد ممكن تدمر مر لك طموحاتك في النسخ والتقليد، حتى لو انت اللي اخترعت التركيبة اصلا ممكن ما تعرفش تعملها تاني بكل سهولة، او تاخد وقت كبير علشان تفتكر انت عملتها ازاي. ومثال على كده هو فشل امريكا اكتر من مرة في اعادة انتاج مادة معينة لتجديد رؤوسها الحربية النووية، وده بسبب ان ما كانش في سجلات كافية من الثمانينيات عن تركيبة المادة دي، وتقريبا جميع الموظفين ذوي الخبرة في عملية الانتاج دي تقاعدوا او سابوا شغلهم. وللعلم دي كانت مشكلة كبيرة للامريكان، لكن في النهاية نجحوا. بس بعد ايه؟ بعد 10 سنوات من الجهد والعمل المكثف وإنفاق أكتر من 90 مليون دولار علشان ينسخوا بس شغلهم. مثال تاني مثلا يوضح لك قد إيه عملية النسخ دي عملية مش سهلة حتى على اللي اخترع الآلة نفسها، إن أمريكا اللي عملت F-22 جت سنة 2011 وأوقفت إنتاج الطائرة دي بسبب تكلفتها العالية، وكان فيه F-35 كانت إمكانياتها، هم عاوزين الإمكانيات دي بالتكلفة في الوقت ده، فاكتفوا بقى ب 187 طائرة من F-22 وانتهى الموضوع على كده وقفلوا الإنتاج. الكلام ده كان سنة كام؟ كان سنة 2011. 6 سنين كمان في 2017 الحكومة الأمريكية فكرت بس كده إنها تنتج تاني F-22، مجرد تفكير. فكلفت القوات الجوية الأمريكية بإجراء دراسة لفهم تكلفة إعادة بدء الإنتاج. لو بدأنا الإنتاج هيكلفنا قد ايه؟ عايزين نعرف علشان ننسخ بس تقنياتنا دي مرة تانية هيكلفنا قد ايه؟ كانت النتيجة في الاخر هو انفاق 10 مليار دولار لإعادة انتاج F-22، 10 مليار دولار علشان المكنة بس تدور كده، وبعد كده كل طائرة تكلفك بقى مبلغ وقدره.
كل ده وما عداش 6 سنوات فقط، وكانت التكلفة قد كده على صاحب الطيارة وصاحب الفكرة. طيب ما بالك بقى باللي ما يعرفش أي حاجة أصلا عن الطائرة دي. يعني من الآخر النسخ والتقليد عملية معقدة جدا. هنا انت هتقول لي حلو ماشي، الصين بقى عملتها ازاي وطلعت بالطائرة الجي 20 بتاعتها؟ هقولك شوف، السؤال ده جاوب عليه 2 من الباحثين، واحد منهم في كلية الدفاع التابعة لحلف الناتو في روما، والتاني باحث اول في مركز الدراسات الامنية في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا. الاتنين مع بعض كده عملوا دراسة اتكلموا فيها عن صعوبة النسخ والتقليد حاليا، وقالوا ان علشان الدول تقلد او تنسخ وتعلي كمان على المبتكر الاصلي، فلازم الأول الدول دي يكون عندها القدرة الاستيعابية، القدرة على استغلال المعرفة، وده علشان بس في الأول إيه تعرف تقرأ المخططات والتصميمات وتفهمها، لأن بالتعقيد التكنولوجي الحالي فصعب إنك تنسخ كده بدون القدرة الاستيعابية دي. وده بقى اللي اشتغلت عليه الصين في السنوات الأخيرة، واشتغلت عليه بذكاء وبصبر شديد جدا. الصين مبدئيا كده عملت إعادة هيكلة للنظام التعليمي العالي عندها، التعليم العالي، من خلال تطوير جامعات قادرة على إجراء البحوث والمنافسة على المستوى الدولي، وده عملوه من خلال مشروع اسمه 985 ومشروع 211 ومشروع السيناين ليج. في مشروع 211 مثلا كانت الحكومة الصينية بتهدف إلى تطوير 112 جامعة ومؤسسة تعليم عالي من خلال إنفاق ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي عليهم. في مشروع 985 الحكومة الصينية خصصت مبالغ كبيرة من التمويل لجامعات معينة من أجل بناء مراكز بحثية جديدة وتحسين المرافق وعقد المؤتمرات الدولية وجذب بقى أعضاء هيئة التدريس المشهورين في العالم والعلماء الزائرين ومساعدة أعضاء هيئة التدريس الصينيين على حضور المؤتمرات في الخارج. مشروع مثلا زي 863، وبصراحة مش عارف ليه ايه سر التسمية بالأرقام عند الصينيين، لكن الصين اشتغلت في المشروع ده على حشد المواهب العلمية الصينية لإجراء البحوث المبتكرة في مجالات بعينها وتحقيق بقى اختراقات فيها، مجالات زي الزراعة والطاقة والبيئة والسكان والصحة وعلوم المواد. كمان شويتين البرنامج ده ركز على تطوير 7 مجالات ذات أولوية استراتيجية للحكومة وللجيش الصيني، زي ايه؟ زي تكنولوجيا الليزر والفضاء والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا المعلومات والأتمتة وتكنولوجيا التصنيع والطاقة وتكنولوجيا المواد المتقدمة. طيب ونتيجة المشروع ده تحديدا كانت ايه؟ هقولك قدروا ان هم يطوروا الكمبيوتر العملاق تيان 1A، اعتقد كده الاسم مظبوط. الكمبيوتر ده قدر ان هو يتفوق على الكمبيوتر الامريكي جاكوار في الوقت ده، وده كان اسرع كمبيوتر في العالم في اكتوبر 2010. حاليا الكمبيوتر الياباني متصدر طبعا في الترتيب ده، والصين في المركز الرابع. بعد كده عملوا السيناين ليج، وده تحالف من 9 جامعات في الصين انشأته الحكومة الصينية سنة 2009 لتعزيز تطوير التعليم العالي في الصين. الجامعات اللي في السيناين ليج بتمثل 3% من الباحثين في الصين، وبتتلقى 10% من نفقات البحث الوطني. دول بقى يعني ممكن تعتبرهم كده ايه كريمة الكريمة في الجامعات الصينية، واللي بيتم تصنيفهم باستمرار من بين الافضل في العالم كله. في 2019 تم تصنيف 2 من أعضاء السي 9 جامعتين كأفضل جامعتين في أسيا وفي البلدان الناشئة وفقا لتصنيف التايمز للجامعات العالمية، ومن بين أفضل 100 جامعة عالمية هتلاقي الجامعتين دول. ومش بس في أسيا أو البلدان الناشئة، لا ده انت هتلاقي الجامعتين دول من أفضل 100 جامعة عالمية في 2021 على مستوى العالم. ووفقا لمؤشر الابتكار العالمي لعام 2022، الصين بتعد الآن الدولة رقم 14 من بين الدول الأكثر ابتكارا في العالم كله، وده تقدم كبير جدا. من 10 سنوات كان التصنيف ده 43، ففي نطة كبيرة جدا في 10 سنوات. كان في تقرير نشر من المعهد الوطني الياباني للعلوم والتكنولوجيا في أغسطس الماضي من شهرين، قال إن الصين الآن بتنشر أكبر عدد من أوراق البحث العلمي سنويا، تليها أمريكا وألمانيا. قال كمان إن بين عامي 2018 و2020 الصين نشرت ربع تقريبا أو 23.4% من الأوراق العلمية في العالم، متجاوزة
أمريكا. الصين نشرت ما معدله 407 ألف ورقة علمية كده في المتوسط سنويا، متفوقة على 293 ألف ورقة ومقالة في المجلات من قبل أمريكا، فده تقدم كبير جدا. التقرير ده برضو وجد أن من بين أفضل 1% من الأوراق البحثية في العالم، جاب كل الأوراق البحثية اللي نشرت، أفضل 1% من الأوراق دي اللي تم الاستشهاد بها، وكل ما يتم الاستشهاد بورقة بحثية فده مقياس، ده شيء كويس. يعني أنا كل ما استشهد بورقة فده شيء كويس. لقي بقى إن أفضل 1% من الأوراق دي 27% منه كان جاي من الصين، الصين رقم واحد، بعد كده أمريكا 24.9، بعد كده المملكة المتحدة 5.5%. فالصين حتى في جودة، في الجودة بقى الأبحاث الجيدة هي رقم واحد. وبصراحة الصين فتحت بقى مشاريع كتيرة جدا، يمكن لضيق وقت الحلقة مش هنقدر ان احنا نتكلم عنهم كلهم، لكن شيء جميل بيعملوه كده الصينيين في المشاريع دي هو ان تمويل المشاريع دي بيكون على شكل خطط خمسية، كل 5 سنوات يقفوا ويقيموا الحلو من المشاريع دي يكمل، والتعبان اللي مش جايب اي نتيجة يقف. دلوقتي بقى في وقتنا الحالي السيستم بتاع التقييم ده اتغير، بقى كل 2-3 سنين يقفوا ويقيموا، وده لأن الصين دلوقتي بقى عندها كم هائل جدا من المشاريع اللي محتاجة ان هي تاخد فرصة، ولو أخدت فرصة فممكن يطلع منها اختراقات كبيرة جدا. وبغض النظر بقى عن المشاريع اللي أطلقتها الصين واللي غالبيتها هتلاقيه انتهى وحقق أهدافه أو تم تطويره لمشاريع أكبر، فالقاعدة الصناعية في الصين استفادت بشكل كبير جدا بقى من الاستثمار الأجنبي المباشر في 20-30 سنة اللي فاتوا. الصعود الاقتصادي للصين كان في الفترة دي في مشاريع مشتركة ما بين الصين وما بين شركات أمريكية وشركات غربية، بدأت ان هي تدخل تعمل تطوير، اندماجات، استحواذات. الصين في 20-30 سنة اللي فاتوا كانت بتروح للدول الغربية تخش تندمج تستحوذ، والدول الغربية ما كانش عندها اي مشكلة خالص مع الصين في الوقت ده، ما فيش اي قلق. فلذلك الصين قدرت تستفيد وتعمل قاعدة كبيرة جدا من نموها الاقتصادي في الفترة اللي فاتت. كل اللي عملته الصين ده ما تعملش في يوم وليلة، لا ده شغل عشرات السنوات وشغل تخطيط بقى علشان يستغلوا اللي هيحصل دلوقتي. لأن لما أصبح عند الصين القاعدة العلمية البحثية اللي خلتها تستوعب العلوم والابتكارات، فبدأت تدور بقى على الابتكارات دي وتجيبها إما بطرق شرعية أو طرق غير شرعية. طرق شرعية زي توظيف المهندسين والعلماء السابقين اللي اشتغلوا في الغرب في كل المجالات، بدأت ان هي تجيبهم. بدأت الصين مثلا في حتة الطائرات المتقدمة عاوزين ننسخها، فبدأوا يحط ايديهم على طائرات أمريكية قديمة وبشكل شرعي، زي حصولهم مثلا على طائرة F-117 اللي تحطمت في صربيا في 1999، فده خلاهم بقى ان هم يفحصوا ويحللوا وممكن كمان يعملوا هندسة عكسية للطائرة دي. وبرضو من خلال باكستان تمكنت الصين من الوصول الى مقاتلات F-16 الامريكية، ومن خلال اتفاقية ترخيص مع روسيا قدرت الصين ان هي تنتج طائرات من الجيل الرابع السخوي 27. كمان الصين استفادت من الخبراء الروس اللي مدوا الصين بالمعرفة الفنية لتجميع الطائرات السخوي 27. طيب ده كده كان الجزء الشرعي علشان الصين تجيب الابتكارات دي. الجزء الغير الشرعي بقى عن طريق القرصنة والتجسس، وده اتكلمت عنه صحيفة درشبيجل الألمانية، عن ان المتسللين الصينيين تمكنوا من استقراء بيانات سرية جدا حول بعض الطائرات المقاتلة زي F-35 والF-22. شفت بقى الصين عملت ايه ومن امتى علشان تعرف تجيب التكنولوجيا الجديدة دي عندها؟ طيب السؤال دلوقتي، هل نجحت بعد كل الكلام ده وبعد العلوم والابحاث والقرصنة وكل الكلام ده، هل نجحت بنسبة 100% في النسخ والتقليد؟ هقولك مش بنسبة 100%، لان النسخ والتقليد الكامل مستحيل جدا. يعني في النهاية طائرة J-20 بتاعت الصين مش زي F-22 الأصلية بتاعت أمريكا، ولا حتى تقترب من أدائها زي ما بعض المتخصصين شايفين. ممكن في الشكل كده تلاقي الاتنين شبه بعض، لكن في القدرات
كتير قوي بيشكك في قدرات الجي 20 وانها لا تقترب من الاف 22. والدليل على كده، بس ده دليل ضعيف شويتين، ان لو فعلا كانت طائرة الجي 20 دي طائرة جبارة ومهمة قوي وجامدة، كلها هنلاقي الدول الصديقة للصين تتهافت على شرائها. لكن لما تيجي تتفرج عليهم هتلاقي ان غالبية الدول مهتمة بالطائرات الامريكية الروسية الفرنسية، مفيش حد قوي يعني مهتم بالطائرات الصينية، رغم المعارض اللي الصين بتعملها كل كام سنة. وكان في معرض مؤخرا ما سمعناش حتى في الأخبار عن تهافت الدول على شراء الطائرة دي. حتى الصين مع كل قدراتها دي وقوتها التصنيعية ما زالت في المركز الرابع عالميا في مبيعات الأسلحة بشكل عام، زي ما انت شايف كده قدامك. لما تيجي تتفرج على حجم الصين أمام مثلا أمريكا أو حتى روسيا يا سيدي، هتلاقي إن مفيش مقارنة أصلا ما بين الاتنين. هنا أنت هتقول لي يعني معنى بقى الكلام ده كله إن كل اللي عملته الصين ده ملوش لازمة؟ هقول لك لا طبعا، الصين قطعت شوط كبير قوي في المجال ده، وأصبح عندها منتج دلوقتي بتشتغل عليه، ومع الوقت بتقدم فيه تحسينات كبيرة جدا. الصين أصبح معاها منتج كان مستحيل على دولة زي أمريكا مثلا إنها تبيعه حتى لأقرب حلفائها. الصينيين قدروا إن هم يقربوا شوية من المنتج ده ويعملوا نسختهم الخاصة من الطائرة دي مثلا وبإمكانياتهم هم. الخلاصة من حلقة النهاردة إن بصراحة يعني كان في سؤال بيجي دايما على بالي، احنا ليه ما نقدرش ان احنا نصنع سيارات من الالف للياء، طائرات او اي الات، ليه احنا ما نعرفش نعمل حاجة زي كده؟ ما في دول فقيرة هي ومتخلفة علميا قررت ومشيت الطريق ده وشافت شوية نجاح. فالخلاصة اللي نطلع بيها من حلقة النهاردة، انك عايز تقلد يبقى لازم تمتلك قدرة استيعابية كافية من خلال تطوير التعليم العالي والبحث العلمي اللي يطلع لك قوة عاملة عالية المستوى. والأهم قبل القدرة الاستيعابية دي، لازم تمتلك قدرة مادية واقتصاد جيد. مش هنقول اقتصاد قوي، لا، جيد ومستقر. يعني الصين لما أخذت القرار ده ما كانتش حتى في الخريطة الاقتصادية للعالم، كانت لسه في بدايتها على قد حالها، لكن أخدت القرار ده مع شوية صبر وشوية صدق كده مع نفسها، فقدروا في الآخر يوصلوا للي هم عاوزين يوصلوا له. عايز تقلد يبقى لازم تدعم شركاتك المحلية وتطورها، لأن الشركات دي هي اللي هتساعدك في تطوير العلوم من خلال مصاريفها هي على البحث والتطوير. التطوير في الوقت ده هيبقى مصلحة الشركات دي، فلازم تهتم بشركاتك المحلية. وبس كده يا سيدي، دي كانت حكاية النهاردة. فلو عجبتك الحلقة اتمنى انك تعمل لايك وسبسكرايب واعمل شير لو فعلا شايف ان الحلقة مفيدة وتستحق النشر. شكرا